رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وما حمله من مضامين وطنية جامعة تحدد أولويات ومرتكزات العمل الوطني للمرحلة القادمة، معربا المجلس عن الاعتزاز بما تفضل به جلالته أيده الله بشأن وجاهة وفعالية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة الموارد والثروات الوطنية، وبالإشادة الملكية بالتطور المستمر لأداء الحكومة والتزامها بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية والمتمثل في تشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي واهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية. نوه المجلس بما تفضل به جلالته رحمه الله بشأن نجاح برنامج العقوبات البديلة في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة، ومؤكدا المجلس على ضرورة وضع توجيه جلالته أيده الله كأولوية خلال المرحلة المقبلة من أجل البدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة. كما أكد المجلس على أهمية التي توليها الحكومة لاستمرار تعزيز التعاون والعمل مع السلطة التشريعية ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية بما يسهم في تأمين البيئة الداعمة للتنمية ويحقق الخير والنماء للمواطنين. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على أبناء مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي. أولا الموافقة على المذكرات التالية: أولا مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن تقرير المساهمات المحددة وطنيا بالبحرين والتي تشير إلى الخطط والمشاريع الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ومنها مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتشجير وربطها ببرنامج الحكومة. ثانيا مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثالثا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى. ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية: أولا مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص مؤشرات الأداء الأولية لحساب احتياط الأجيال القادمة للأشهر الستة المنتهية في 30 من يونيو 2021، والتي عكست كفاءة وفعالية السياسة الاستثمارية لحساب احتياطي الأجيال القادمة واستمرار تحقيقه للإنجازات بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا. ثانيا مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن التعهدات الخاصة بالصحة وتغيير المناخ والذي يأتي كجزء من التزامات مملكة البحرين الدولية وضمن خطواتها للقيام بدور فاعل في العمل المناخي وتطوير النظام الصحي الوطني. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة جمهورية كازاخستان والاجتماع الوزاري 21 الافتراضي لمجموعة أوبيك بلس وزيارة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في أعمال الدورة 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع الهاتفي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيسة مجلس التجارة بالمملكة المتحدة ووزير التجارة بالمملكة المتحدة.